وعودة مشاهدينا للزيارة التي يقوم بها وفد من الأزهر الشريف إلى المملكة العربية السعودية، والتي يترأس فيها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والذي أشاد بالجهد الكبير الذي تقوم به المملكة في رعاية المسلمين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من المدينة المنورة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف. مرحب بحضرتك فضيلة الدكتور. بداية، ما هي أهم سبل التعاون التي تطرقتم إليها خلال زيارتكم للمملكة ولقائكم مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ في هذه الزيارة؟ أولا أهلا وسهلا بكم أستاذ. أهلا بحضرتك يا فندم. الحمد لله، يعني تأتي هذه الزيارة في إطار استمرار جهود التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الزيارة في إطار استكمال تلك الجهود والعمل على استمرار اللجنة التنسيقية بين الأزهر الشريف وبين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، استمرارها في أعمالها. والحمد لله كانت هناك عدة اجتماعات، وانتهت تلك الاجتماعات إلى ضرورة تعزيز هذا التعاون عن طريق إقامة الندوات وإقامة المؤتمرات المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف بيان وتوضيح المفاهيم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد يقع فيها العوام، وبالتالي نحتاج فيها إلى بيان وسطية الإسلام واعتدال الإسلام وإبراز روح الود والتعاون والتسامح التي جاء بها الإسلام وإعلاء الإخوة الإنسانية وإبرازها كأساس للتعاون بين المسلم وغير المسلم. وهذا حينما نقوم به نقوم به باعتباره واجبا شرعيا علينا. هذه الجهود وهذه الزيارة جاءت بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر في إطار جهود فضيلته للاستمرار في دور الأزهر الشريف في إعلاء وسطية الإسلام واعتدال الإسلام. وأنت تعلم والسادة المشاهدين جميعا يعلمون أن مصر والمملكة العربية السعودية دولتان محوريتان ينظر إليهما العالم الإسلامي كله كمرجعية كبرى للدين الإسلامي. نعم. كان لابد من يعني الاستفادة من المناخ الطيب الذي هو قائم بين الدولتين، تلك الجهود الطيبة والمباركة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تلك الجهود هي تعتبر أرض طيبة جدا وصالحة لاستئناف التعاون والقيام لقيام الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية بتعاون مثمر وبناء إن شاء الله يعود خيره للإسلام والمسلمين سواء في دولتينا الشقيقتين أو في العالم الإسلامي كله. نعم، هذا التعاون كما ذكرت حضرتك فضيلة الدكتور، يعني كيف يمكن أن نستثمره بين وزارة الشؤون الإسلامية والأزهر الشريف حيث يمثلان مدرستين عريقتين في الدعوة؟ كيف يمكن توحيد جهود بين المدرستين أو بين الوزارتين أو الوزارة وشؤون الأزهر لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة؟ تم الاتفاق في هذه الاجتماعات اجتماعات اللجنة على ضرورة التواصل العلمي والاستفادة بالرؤى الدعوية من كلا الطرفين لتكميل الجهود وإتمام الجهود. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، تم الاتفاق على إقامة ندوات مشتركة ومؤتمرات مشتركة يخطط لها جيدا وتنتقى موضوعاتها بعناية وتوجه إلى بناء الإنسان وأن يكون الإنسان المسلم ذو ثقافة ملمة بتاريخه وحضارته بحيث يكون فاعلا ومؤثرا، بما يعني تحصين الإنسان المسلم من كل فكر متطرف أو من كل منهج غير سوي أو غير سليم، وهو ما نسميه تحصين الإنسان المسلم من تلك الأفكار الوافدة التي يبرأ الإسلام منها. أيضا تم الاتفاق على التبادل العلمي من خلال المؤلفات العلمية
الأبحاث العلمية من كلا الطرفين بما يعني تكامل الجهود العلمية بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، أيضا تبادل الرؤى حول تكوين الأئمة والدعاء وتدريبهم بما يتوافق مع ظروف العصر والتحديات المعاصرة التي تحيط بنا، بما يؤهلهم لمواجهة تلك التحديات وبما يعينهم على يعني تحقيق آمال الأمة ومعالجة آلامها. ونأمل إن شاء الله من خلال تلك الجهود المشتركة أن تثمر ثمارا طيبة تعود بالنفع على الأزهر الشريف وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلى مصر والمملكة العربية السعودية. وبهذه المناسبة يعني أوجه خالص شكري وتقديري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على حسن استقباله لنا وكرم ضيافته. والحقيقة يعني كان يعني مصرا إصرارا طيبا على ضرورة تكامل الجهود، وهو ما يتلاقى فعلا مع رؤية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من المدينة المنورة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لك.